اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شفت في مرحبا بكم انا اليوم في هذا البث المباشر من مدينه القنيطره كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل متابعين قناه شفت في هذه السيده هذه الله اللي عان بها معاناه اللي كتعاني بها كيف ما كتقول معاناه اللي ما عمر عانها منها شي واحد. كنت ساكنه في بيوت صفيح لكن مع الاسف هدموا الحمد لله ولكن استفدت ولكن كوني ما نستفدش كوني بقيت في هذيك البيوت الصافيه. علاش؟ حيت ما عنديش باش نبني ما عنديش كيفاش ندير. عندي جوج وليدات الزوج ديالي مريض حالتي ما هي حاله الله اللي عان بيا. اليوم القصه اليوم هي قصه مؤثره. كنتمنى من جميع المتابعين الافاضل المتابعين القناه شفت في انكم تبارطاجوا فضلا وليس امرا. كذلك كنتمنى من جميع القلوب الرحيمه الى قدر انه الانسان انه يساعد هذه الام يساعدها. نسمعوا هذه القصة من البداية ديال السيدة. مرحبا بك لالا معنا في هذا البث المباشر للوفاء ومرحبا بكل المتابعين الافاضل متابعين قناة شفت في قناة الشاب. للوفاء كيف ما قلتي لي قبيلة عبر الكواليس قلتي لي راه الله اللي عان بيا حكايتي ما كتشبه حكاية لحد كيف ما قلتي لي قبيلة قلتي بهذه الطريقة هذي. شنو نقول لك؟ عندك جوج ولاد صغار ما حالتك ليهم ما حالتك الزوج ديالك اللي مريض ما حالتك الحياة اليومية. من بعد ما هدموا لك كيف ما قلتي تبدلت حياتك دمرات كيف ما كنقولوا. مرحبا بك وعاودي لنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا كنت ساكنه في حي الصافيح في الحنشه بين رامي وكانت عندي واحد البراكه صغيره كنت عايشه فيها انا وجوج وليداتي وراجلي. المهم جا الوقت اللي وقت الترياق. نعم لا كملي ريبنا ملي ريبنا مهم كل واحد فين شدها. مهم انا ما لقيت كي ندير. مهم تعاونوا معايا الناس وداك الشيء كرينا واحد الباب هو اللي عنده هذه كيمشي عنده واللي مشى لانه باش يكري كيمشي. مهم داك الشيء اللي كاين. مهم تعاونوا معايا في اللوب. المهم كريت واحد البويت مهم بقيت مستقره فيه ولكن الغالب الله. مهم لقيت راسي كنحيدها من راسي داك الفلوس اللي كيجمع الراجل واخا مريض. مهم ما بقاش يتمشى على رجليه كيزيد شويه وتبقى يعرج بها. مهم اللي يصوروا كنخسروا في الكرا كنعطيو مولات الكرا وكنبقاو حنا بلاش. وليداتي ما كنلقى ما نوكلهم كنصيفطهم. البنت عندها 12 عام والدري عنده 8 سنين. كنعيتو مع بالحرشه واتاي الحرشه واتاي الحرشه السميده البيضاء حيت رخيصه كندير لهم اتاي والحرشه كتعيا البنت كتبكي كنقول لها ما عندي ما ندير لك. اللي كنصوروه كنعطيهم ولاد الكرا اللي كنصوروه كنعطيهم ولاد الكرا وكتجي توقف علينا كنمد لها داكشي اللي كاين. المهم كنبقى انا كندوز داكشي ليام كلها اللي كان كنحطو للدراري والدراري كتعرفهم كلشي ديما تيبغوا ياكلوا وانا ما كنلقى ما نعطيهم داكشي اللي كان هو اللي كنديروا ليهم. ودابا كنطلب من محسنين ومحسنات اللي يرحموني باش ما كان. مهم بغيت نعر نبني دوك الجوج حويطات فين تخشى فيهم انا والدراري الله يرحم ليكم والدين ويجعل ليكم في الجنه. بغيتي واحد الجمله قبيله بغيتي ديري قبر الحياه داكشي اللي كاين. نعم بغيت عارفي نستقر وما نحيد من هذا البيت الكرا لانني عمرني ما عنجمع الفلوس لا بقيت في هذا البيت هذا ديال الكرا. عمرني ما عناكل ولا عنجمع شي فلوس ما كنلقى باش نوفر ما كنلقى كي ندير نوفر شي حاجه باش نجمع باش نخلص باش ندير ديك الحويطات ولا هذا. الله يرحم لكم الوالدين ويجعل لكم في الجنه. كنتمنى ونطلب من المحسنين والمحسنات يعاونوني. حتى باش نخلص ولا حتى حاجه ما لقيت باش نخلص لان انا مزيره بهذا البيت. كيف ما قلتي قبيله واحد اللي مهمه وفي واحد النقطه اللي هي لاني ما خلصتش غيحيدوها ليا. قالوا لي ما تفوتيش 5 شهور ودابا راه بدات كتوصل باش غتفوت لانهم قالوا لي غيقول لك انت عندك فين ساكنه. قالوا لي يقول لك عندك فين ساكنه وانا ربي اللي عالم بيا وانا راه كنتقطع ما كرهش ما عرفتش شنو ندير باش نخلص عليا هادشي ونتخشى في السكنه ديالي وما لقيت كي ندير ما لقيتش في الجهه ديالي. كنتمنى من الله واللي طيح في ربي فيه الرحمه يتعاون معايا باش ما عطى الله لي كان عباش نحيد من هذا الكره هذا باش يخليني نعرف عشنو عندي في حياتي. ما عرفتش لا فين هو الجهد ديالي اللي عندي هو هذا. الله يرحم لكم الوالدين لما الناس اللي خارج الوطن والمغرب ولا اللي خارج المغرب اللي طاح في قلبه الرحمه ربي ما عاد يضيعش الاجر محسنين اللي دار شي اجر باع يخلفوا ليه. وكنتمنى عندي وجبه وحده الا درت الفطور كنديروا لهم فطور وغدا كيجيو الدراري كيبقاو يتباكاو وتنقول لهم ما عندي ما ندير لكم. نعم كملي مهم
كنتمنى من الله يطيح شي واحد في قلب الرحمه، يدير فيا هذا الاجر، وربي هو اللي غادي يسهل عليه، هو اللي غادي يجازيه به. والله يرحم لكم الوالدين الناس، اخوتي المسلمين، شوفوا فيا الوجه الله، راه هذا الشيء المعاناه راه ما نكذبش عليكم، هذا الشيء اللي كاين والواقع ديالو راه يعلم به الله. قبيله كيف ما قلتي لي واحد المساله اللي هي ديال انك يكون كلهم خلاوك في هذيك البراكه احسن لك من هذا الاستماع. داك الشيء اللي كاين، لقيت معلقه ما بين الارض والسماء، ما لقيت كي ندير، ما لقيتش فين ندير، نطيح، ما عرفتش راسي فين انا غاده. دابا مولات الكره كتجي تاخذ ليا داك الشيء وتتخليني انا بالجوع، وانا ما لقيتش انا ولادي انا. بشحال كاريه؟ كاريه ب 17، والمهم كتجي حتى ل 18 هكاك. مع الدو مع وانا دابا ما لقيت كي ندير، ما لقيتش حتى باش انا الدراري اللي داروني، اما انا راه نصبر، الدراري ما خلاونيش كي ندير، كنتقطع كنشوفهم كنتقطع وكيبقاو يتباكاو ومشاو للمدرسه بالجوع، اقسم بالله الا هادشي اللي تنقول لكم راه كيمشيو ديما بالجوع. ما لقيتش الجهد ليهم، ما لقيتش. دابا راجلي مريض كيعرج برجلي، انا راه فاتحه على المصرانه الزايده هي مفتوحه على يدي، وكنطيح الظهر، وعندي نقص في السكريات، فيما درت شي حاجه كنطيح كنسخف، ما لقيتش الجهد. ادي لها شاشه كلشي الحمد لله يا ربي. كنتمنى منكم اخوتي تعاونوني، الله يرحم ليكم الوالدين، اللي دار شي حاجه لله الله يسهل عليكم. نعم واخا كنتي اذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين افضل متابعين قناه شفتي في قناه الشعب، هذه وفاء ام لطفلين، بنت وليد اللي في عمر ديالو، الطفله في عمرها 10 سنوات ها 12 سنه، والطفل عنده 9 سنين. الاب ديالهم كيف ما تابعتوا معنا وكيف ما كتصرح الام ديالهم، كتقول الاب ديالهم مريض في حاله، واحد الحاله الله اللي عن به كذلك. فكيف ما كتابوا معنا كتقول الله يجزيكم بخير المحسنين اقرب الرحيمه، اذا ما ساعدوني الله اللي عن بي. كنت ساكنه في بيوت صفيح، كنت هانيه على عموم، كنت هانيه، من بعد ما استفدت مع الاسف ما لقيتش باش نخلص للتسجيل، باش نبني قبل الحياة، ما لقيت ما ندير. اليوم كنطالبكم خوتي المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب أنكم تساعدوني. الرقم ديالها كاين في الواتفون، نقول لكم الرقم ديالها اللي هو 0635 16 07 62، وهذا الرقم 0635 16 07 62. والله ولد عم حسين. كذلك كنتمنى من جميع المتابعين افضل المتابعين قناه شوف تيفي انكم تبارطاجوا فضلا وليس امرا، من اجل انها توصل للقلوب الرحيمه. وكيف ما تعودنا دائما الحمد لله ان المغاربه كيتعاونوا مع بعضياتهم، خصوصا في هذه الحالات، خصوصا ان كنشوفوا ام عندها جوليات صغار في واحد الحاله كارثيه، فما غاديش نخليو اختنا وفاء. اليوم كنطلب كتقول لكم الله يجزيكم بخير اخوتي، اذا ما ساعدوني سواء الجمعيات او اللي قادر انه يساعد وفاء. شكرا لكم والى اللقاء، دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاو بتأخر ان شاء الله. شكرا.